يسعد أوقاتكم جميعاً، وأحلى تحية للأستاذ الفنان محمد بينو على التحفة الحلوة بعت لي إياها للدنمارك. بالبداية بدي أفرجيكم الشنطة، مميزة ما عليها أي كلام، بالإضافة للسبير. الطبلة 24 صنباطي، نفذ لي طلبي بالتمام والكمال. طبعا أنا اخترت الألوان، شعر بينو، الاسم محمد سلطان. طبعا الكلام زي الشوف من الداخل. بالنسبة لقطعة المخمل كثير عجبتني أنا، بالإضافة إنها بتحمي الطبلة، ممكن الواحد يعزف عليها بالبيت يعني حتى ما يسبب إزعاج، فتحفة فنية رائعة جدا. شكرا يا محمد وألف تحية. أوكي، طبعا بالإضافة لل الصناعة المتقنة من بينو كإيقاع كصوت كان يهمني كثير أنا بالنسبة للحفة هون ما تكون بارزة، لأنه أكثر الإيقاعات كانت تكون بارزة، يعني إذا الواحد شد الجلدة فهون مهما تشدها يعني ما راح تبرز معك، فما راح تأذيك، تأذي الأصابع أو إنه تأثر على الصوت. جميلة جدا زي ما انتم شايفين. انا اخترت طبعا المكان اكون هون موجود حتى يعطي الصوت ممكن افضل التسجيل، بس ما راح يظهر على التلفون الا ممكن واحد يستعمل الهيدسيت حتى تعطي باور اكثر لل او بيس عالي. نسمع شيء طبعا